ما نهضركم على موضوع ديال الشفره بلو بريسيزيمون الكريساج حيت الحمد لله ما كاينش واحد فينا ما تشفرش عمي تسنى دقيقه نسالي الحمد لله انا ما تشفرت لا زعما لا بلوبار ديال سوف مونا في المغرب اللي ما كاين عليك غادي فضي صبحوا عندي وكما تتعرفوا الاخوان الشفاره كل مره كيبدعوا في الطريقه ديال الشفره باش حنا ما نملوش اللي كنشفر حنا مشينا تبعنا واحد قدماء الشفره وسونا بعد الأسئلة ونشوفوا ورجعوا با عزيز الملقب بالسكرتح 67 سنة في مرحلة الشباب كان شفار الاختصاص ديالو طوبيسات والمدارس الحرة والغير حرة من بعد ما عفى عليه الله قرر يفتح لنا قلبه وطلب منا وجهه ما يبانش ولكن احنا صحة غادي نبينوه يا ولدي الشفرة مشات ما بقاش عنده ذاك الوشاغم اللي كان عنده ولا الصغير يشفر الكبير يشفر اللي عنده يشفر اللي ما عندهش يشفر أو وهاد ولاد اليوم خضرين يا ربي السلام با 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 واش عباد الله واحد كيهضر في التليفون ما عليه ما بيه ويدوز من 11 شفار كيجري ويطرقوني حشومة قلت الاحترام والأداب هادي كتسمى بغيتي التليفون ما كاين مشكل استنى يسالي الهضرة وقف عليه ما كاين لا أسلحة بيضاء ولا سفراء ولا والو جوج صليات وغيعطيك التليفون بكل احترام وتقدير عاوتاني باش ما يديش عليك نظرة خايبة صافي شي اللي كاين با عزيز سكرتح ما خلاش هاد الحرفة عنده وما بخلش بها على مجموعة من الشباب اللي تربوا على يديه باش يمارسوا هاد المهنة على أحسن وجه وهادي الشهادات ديالهم الدراري الله حفظكم وجي ما يبانش راه ما في ميت شاف وروش يرشي ما كاين بان شابويا الله حافظك سير على الله الله يا ودي شكون ما كيعرفش با عزيز سكرتح انا تعرفت عليه نهار قريسه الخوادريه ترى قريسه بواحد الطريقه والله العظيم الا بقينا غير كنشوف برافو ليه احترمته خطير كيقول لك المثال لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اشفيروها با عزيز علمني ندبر على الصرف ولكن ما كرهناش بيني وبينك عشيري نحيدو من هاد الحرفه ما كاينش البديل انا عندي الليسونس في الدروه جيت نواصل هك ولكن الله غالب صافي عشيري خصني نتحرك حاسره عندك شي حمره تما والو با عزيز واخا تاب باقي نديه كياكلوه وكيف كيقول المثل عمر شيخه ما تنسى هزت الكتف اللي بغيت نقول لكم هو راه دخلنا للدرب بالكاميرا خرجنا بلا بها